السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ولاد؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. الفيديو هذا راح نستعرض لكم ارخص اشياء ممكن تستفيد منها من علي اكسبرس. طبعا صوتوا على الشيء هذا في الفيديو السابق، يعطيكم العافية يا جماعة الخير، لكن احتاج شوي من دعمكم، شوي يعني الواحد يرسخ وياه احد الفيديوهات، يعني يرسل اللي حوله، يرسل جروب اللي حوله، نستفيد هو يستفيد باذن الله تعالى. باذن الله احنا ودنا نسوي جيف اواي على باج ستور، سواء 10 جيجا يكون فايز واحد او 5 جيجا يكون عندنا فايزين. الشيء هذا راح تحددونه انتم في الكومنت. فما بيطول عليكم اكثر من كذا، فيديو وفيديو ممتع وبسيط، وروابط طبعا الاشياء كلها هذه من علي اكسبرس موجوده تحت، واخليكم على الفيديو. هذه المنتجات وصلتنا من الصين يا جماعة الخير، لكن نحطها كلها على جنب ونبدأ واحد واحد. نبدأ بأول شيء عندنا يا جماعة الخير، باكج صغير جدا، فضفوض كذا حليوة. الشاحن اللي هو شاحن لاسلكي يا جماعة الخير، هذا وصلني من الصين طبعا. كل المنتجات هذه تأخذ من أسبوعين إلى 3 أسابيع عشان واصل عندك. أغلبها الشحن مجاني طبعا، معروف اللي هو شاحن لاسلكي، يشحن لك الجوال بدون ما تشبك السلك وأسلاك وخرابيط ذي. يدعم جوالات السامسونج ويدعم جوالات الايفون من ايفون اكس وطالع تقريبا. فهذا شوف سهل نظامه جدا، تشبكه باور بانك، تشبكه كمبيوتر اللي تشبكه فيه، تحط الجوال ويعطيك شحنة على طول. طبعا شحنه مش زي الكيبل لكنه مش بطال نهائيا. فهذا اول منتج عندنا. نروح للمنتج اللي بعده جماعة الخير. المنتج اللي بعده جماعة الخير اللي هو عندنا برضو كيس صغير كالعادة، اللي هو طلبت أنا قطع سكرين بروتكتور حامل الشاشة، الساعة عندي اللي هي الفيتبت، معروفة ساعة الفيتبت ساعة رياضية يعني. طلبت الشيء ذا له عشان تحميه، لأن قيمة الساعة شوي غالية، ولا قصر البائع يعني، جاب لي إياه بأسرع وقت يعني. جدا محترم البائع حقه، أعطاني 3 قطع، اللي هي أعطاني قطعتين هدية طبعا بقيمة واحدة. طبعا جاء معها اللي هي الوايب سوايب، وهذول اللي هن حقت المسح حقت الكحول والاشياء هذه عشان تنظف الشاشه، وجاب معهن اللي هي حقت شيء يشيل الغبار بدون ما تلمس الشاشه، اللي هن الاستيكرات الزرقاء هذه. بوريكم سمك القزاز، سمكها جدا حلو صراحه، زي ما قلت لكم اعطاني 3 حبات بقيمه واحده، يعني معطيه العافيه، يعني انتم تواصل معه اتوقع يعطيك لانه محترم جدا الشخص ذا. هذا سمكه صراحه حلوه جدا سمكه، ان شاء الله تحمي الساعة لو طاحت. وريكم صورة الساعة بعد ما ركبتها يعني. صورة الساعة شو هذه، هي جدا صراحة تفصيل على الساعة يعني، جدا راكبة صح زي ما يقولون، بغض النظر عطرة السود اللي مو مهمة. المنتج اللي بعده عندنا جماعة الخير هذا البيج بوس حقهم. هذا جاي برضو من الصين، من 2 أسابيع جلس عندي عشان يوصل. طبعا الشاب هذا طلبت منه اغلب الاشياء اللي في الفيديو لانه عنده اشياء حلوه وبسعر جدا رخيص صراحه. ما في شيء من المنتجات هذه تقريبا تعدى $5 اذا ما خاب ظني، على ما اذكر لاني طلبه قبل 3 اسابيع، ما ادري ايش تعشيت امس عشان 3 اسابيع اتذكرها، ما علينا. اول شيء جاء عندنا اللي هو شريط الاي دي، يشتغل في البطاريه، ما يصرف عليك لا كهرباء ولا شيء، وتطول عمر البطاريه طبعا لانه شيء بسيط. وجت اللمبه الصغيره هذه اللي تشتغل في الجوال، صغيره مره ما توقعتها بالحجم ذا. اوريكم شكله صراحه رهيب جدا. طبعا كل اللمبات هذه موجوده ال اي دي، وهذا جابتنا لمبه ال اي دي اللي تشتغل في الريموت اعتقد او شيء زي كذا، تعطيك جو للغرفه، تشغلها في الظلام صراحه تعطي جو للغرفه، شيء جو ثاني. وهذا الصندوق الابيض ما ادري نسيت ايش طالب انا، خلينا نشوف نفتحه. هذا اول شيء لانه ابيض ما حط عليه اي علامه، يقول خوف شكله لك مو مشكله. نشوف نفتح الصندوق، اوه في حاجات حلوه، في حاجات حلوه والله يا حبيبي. اول شيء عندنا اللي هي اللمبه هذه، عرفت انا تذكرت طالب، اللي هي اللمبه الصغيره تعتبر، اللي هي لمبه عاديه حقت الاباجوره، ما تسمونها والله عندكم انتم، لكن احنا نسميها الاباجوره. يجي معها الريموت هذا عشان تحكم بالاناره، فيها الظهر 16 لون وفيها حركات حقت تنفس، نظام تنفسي ونظام زي كذا، زي نظام الار جي بي في البي سي يعني بشكل عام. كل الدنيا ار جي بي عندي انا بالغرفه. الله يستر بس البس ملابس ار جي بي، هذا الناقص. طيب نفك اول شيء عندنا اللي قلت لكم، اللي هي النور الاي دي اللي ينشبك في الجوال، يجي معها ادابتر او مدخل الجوالات اللي هي المايكرو اس دي
مايكرو اس دي، مايكرو اس بي الجوالات الاندرويد بشكل عام، ما هو للايفون. الايفون تشتري له القطعه قيمتها يمكن بريال واحد او ريالين، تشتري له محول لك من يو اس بي يحول لك الى القطعه هذه المدخل الشاحن حق الجوال. طيب هذا نشوف وش هذه، اعتقد اللي دام هذه كمان ريموت، هذه بدون ريموت. بريكم شكل هذه بنهايه الفيديو، شكلها شفت بالصور صراحه انا مقاطع رهيبه، لكن نشوفها باخر الفيديو باذن الله تعالى. ولا جاء معها لا ريموت ولا شيء، هذا الصندوق فاضي. طيب بس ما فيك شريط الاي دي هذا، بوريكم حجمه كيف انه سخيف شكله. ترى اللي قلت سخيف يا جماعه مو يعني معناته غبي، ترى سخيف معناته يعني سمكه نحيف، عشان ما في عندي حد فيديوهات كل الناس كيف تقول في السخيف وتمدح الشيء نفس الوقت. سخيف يا جماعه الخير معناته نحيف. طيب نشبك هذا الحين في الجوال ووريكم كيف شكله يصير. طبعا هذه التفاعليه يعني تشغل على اناشيد، شيلات، قران، اغاني، اللي تشغله راح تعطيك اناره على انت مشغله. لكن انا بالفيديو ما شغلت شيء للاسف، يعني ما جت على بالي، لكن وريكم شكله مع اني ما شغلت شيء، لكن شكله من الذين. طبعا هذا شكله، انا اشوف بدأت تنور عندي عشوائي لان بدأت احرك الجوال حسبه على الهز، لكن اتضح انه اشغل اشياء وتشتغل عليها يعني. شوف كيف شكله يعني وإنارته في الغرفة، ترى قوية مرة الإنارة حق الحين، شوف قوتها يعني. بس سوي فوكس شوف قوة الإنارة الموجودة عليها، يعني ترى يصور كاميرا الجوال، يعني معروف كاميرا الجوال في الظلام ما تعطيك صورة أصلا. نورت لي الغرفة الدنيا كلها ما شاء الله، كأنه نور لكسس ما شاء الله. طبعا قيمة الأشياء هذه رخيصة جدا ترى يا جماعة، رخيص يمكن ما تجي ولا $5. تنفع هذا زواجات يمين يسار تنفعك. هذه عندي طبعا اللمبة طلتكم مع ريموت، هذه حقة الترويقة حقة الناس المروقين ذي، اسمها اللمبة السهرية أو لمبة الأباجورة اللي تسميها، يعني لمبة القراءة اللي يعجبك سمها زي ما تبي. هذا شكله بعد ما ركبته، شوف كيف شكله يعني. تحكم فيها الريموت تحط أي لون تبي فيها، 16 لون مختلف تحكم، أزرق، أحمر، أصفر، برتقالي، اللي يعجبك موجود، حتى البربل ممتاز حقها. شوف النور الأبيض حقها ما شاء الله ساطع. طبعا تقدر ترفع وتنقص السطوع زي ما تبي، فيها مودات اللي تخليه يغير عشوائي زي كذا، يتغير على كيفه. طب ما غير شيء أنا. وفيه النظام البريثينج زي ما قلت لكم، او التنفسي اللي زي كذا، يغير من لون من لون تدريجي. صراحه حلوه ذي، حلوه حلوه. ترى شكلها بالطبيعه يا جماعه الخير افضل من شكلها الموجود الحين المصور. ما ادري ليش، لكن كاميرا الجوال ترى بالنهايه يا جماعه الخير ما وفقت اني اسوي عندي كاميرا. هذه قلت لكم اخر واحده الكبيره، هذه اللمبه شوف كيف شكلها، شكلها حق الترويقه، شكلها حق الترويقه يعني، منوره زرقاء والدنيا اللي حولها منوره يعني الوان وكذا، لكن مو حقت حفلات وناسه وما ادري كيف، لا لا لا، حقت هدا واللي بيروق يعني، كانك صراحه ببحر صاير. ترى ما اقول ده بس اتكلم على الفاضي يعني، انت اللي شريته وشفته بعينك ترى يعني، وانا مسؤول. شكلها رهيب جدا، حتشوف حتى الانوار الحجاره حقت السمك تنورت، يعني صارت ساطعه اشكالها، صارت رهيبه اشكالها. طيب اوريكم الاخر شيء، الشريط اللي دي هذا ايش سويت فيه من حركه؟ الحركه جوعت الخير خليت في نفس حوض السمك، خلى السمك عيالي ينبسطون ويكيفون وعندهم اناره بالليل. طبعا حطيته في المويه لانه زي واتر بروف اللي هو مقاوم للماء، يعني ما يخرب من الماء اصلا. فشيء حلو هذا، وهذا الاشياء اللي عندنا اليوم جماعه الخير للفيديو. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون تسوون لايك سبسكرايب وشير يا جماعه الخير، وراح نسوي لكم ان شاء الله جيف اوي للفيديو هذا، احد الاشياء هذه. واذا ما تبون جيف اوي نعطيكم معنا نسوي لكم، اذا تبون نسوي لكم فيديو ثاني الخمسة دولارز اللي هي ما شاء الله بدت تمطر هنا، نعطيكم $5 ثنتين فائزين يكون معنا $5 ستور. ما ادري وراء عجز تتكلم جاء المطر، مستانس يا اخي الحمد لله. اللهم سقى رحمة لا سقي عدل. واذا تبون $10 يكون فائز واحد براحتكم. اشي راجع لكم يا جماعة الخير، وما بيطول عليكم اكثر من كذا. كان معكم باسم من قناة هيسوكا، ادعمونا يا جماعه الخير وقربنا نوصل 2700 مشترك، ما بقى شيء عليها، وادعمونا نوصل 3000 مشترك، ونبي دعم اكثر من المشاهدات يا جماعه الخير عشان نستمر. انتم ما قصرتوا يعطيكم العافيه، دعمكم لمده سنه كامله وانتم معي، لكن نحتاج دعمكم البسيط هذا الاخر شيء عندي، نوصل 3000 باذن الله. فما بيطول عليكم اكثر من كذا، وكان معكم باسم من قناه هيسوكا، السلام عليكم.